الله الرحمن الرحيم. معاكم اللاعب فهد طعم الشمري، العمر 24 سنة، أمارس لعبة كيك بوكسينج والملاكمة، بطل الكويت في كيك بوكس من 2004، مشارك في بطولة آسيا ومباريات آسيا للكيك بوكس. آخر إنجازاتي بطولة الملاكمة الخليجية سنة 2014، لي عدة مباريات احترافية، وآخر مشاركة احترافية خارجية بطولة جي اف سي في دبي. طبعا استعداداتي للبطولة هذه، أول شيء شاركت في معسكر خارجي في روسيا تحت قيادة الكابتن إيميل، ومن ثم استكملنا معسكر في الكويت في على جزئين في نادي السالمية تحت قيادة الكابتن صلاح الباطن، وجه له تحية، وفي سبورت تايم في معهد سبورت تايم تحت قيادة الكابتن حسن جهزنا الكيك بوكس. ولله الحمد يعني كان معسكر كامل ومتكامل حق مباراة احترافية نفس بطولة فيدور. طبعا الخصم شارك له مباراة واحدة بس كانت في الجي اف سي، درسنا انا والكباتن، والحمد لله ان شاء الله نكون قادرين على الخصم ونسعد الجمهور. طبعا شعور كأي لاعب شارك في منظمة احترافية كبيرة، تعتبر أول منظمة كويتية تشمل اسلوبين كيوكشو وكي 1. طبعا شعور، طبعا اعزائي المشاهدين اعزائي الحضور، معانا هني في الصدر هني معانا اللاعب المخضرم من ايام العصر الذهبي الجميل، هو بطل العرب، بل هو بطل اسيا، بل هو بطل العالم في الملاكمه، اللاعب المعتزل السابق اللاعب علي البلوشي. حيو سلطوا الأضواء، الأضواء نبي أضواء عليه. طبعا اللاعب علي البلوشي ولد العم، ملاكم مخضرم، بس أنا فزت عليه بآخر مباراة أتوقع. حيو حيو حياك الله، حياك الله ولد العم، حياك الله. في الكيوان والركن الأزرق واللاعب فهد طعم الشمري. هذا اللاعب بالكيك بوكسينج تحت وزن 75 كيلوغرام حاصل على الحزام الأسود 3 دان من نادي سبورتين. من إنجازات اللاعب حاصل على حزام منظمة الكيج فايترز مرتين، بطل الكويت منذ عام 2004، حاصل على أفضل لاعب عدة مرات في الكويت وخارج الكويت، شارك في بطولة جولدن رينج في دبي، لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسين. إنه اللاعب فهد طعم الشمري. حيا حيا حيوا يا شباب، حيوا يستاهل. وين شمر؟ حيوا عاش فهد طعم الشمري، عاش. والآن أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور، مع الركن الأحمر واللاعب البطل أحمد الحوتي من مملكة المغرب، هو لاعب ماي تاي وكيك بوكسينج تحت وزن 75 كيلوغرام. من إنجازاته بطل مملكة المغرب لست مرات في الكيك بوكسينج، وبطل المملكة العربية السعودية 3 مرات في الكيك بوكسينج،
الام ام اي والجي اف سي بطل احتراف مواي تاي في فرنسا بطل المغرب في الملاكمة خمس بطولات متتالية. أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور إنه اللاعب البطل أحمد الحوتي. حيوا المغرب حيوا. هذه المباراة أعزائي المشاهدين وأعزائي الحضور تحت إدارة الحكم الدولي عاطف الرفاعي والقضاة خالد الخضري وثامر الموسى وعبد العزيز الحبيل وأحمد الأنصاري. حيوهم شباب حيوهم يستاهلون. يتفضل معنا اللاعب أحمد الحوتي. عفوا أعزائي المشاهدين اللاعب اسمه نبيل الحوتي المدرب وهو أحمد الحوتي. حيوا معاي نبيل الحوتي. حيوا حيوا أهل المغرب. يا بينا نروح المغرب. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحب فيكم منظمة فيجور احترافية لأسلوب الكيوان وأسلوب الكوشن كاراتيه والكوشن كلاسيكية. وهذا النزال بين البطل فهد الشمري بالركن الأزرق ونبيل الحوتي بالركن الأحمر. طبعا على نظام أسلوب الكيوان طبعا أخوي فيصل نقول طبعا البطل فهد عنده خبرة كبيرة وبطل من أبطال الكويت. حتى نفس الشيء اللاعب المغربي نبيل عنده بداية قوية من اللاعبين. صحيح أخي عبد الرحمن يعني فهد سمري لاعب ممتاز وأثبت جدارته طبعا بالحلبات هنا بالكويت أيضا مشاركات دولية يعني وآسيوية. لعب ما شاء الله احتراف بكيت فايتر وأحرز اللقب في منظمة كيت فايترز. لعب أيضا أذكر في منظمة احترافية في دولة الإمارات العربية. نبيل حوتي أيضا عنده مشاركات وعنده رصيد. عنده بالمويتاي رصيد، عنده بالكيك بوكسنج رصيد، وأعتقد أنه عنده رصيد أيضا بالأمامي. فعنده خبرة بالحلبات. راح نشوف فايت أتوقع من الطرفين قوي مثل البداية اللي هم بدوها يعني. لاعبين دشوا على طول يعني حتى الحين الحكم طبعا موقف المباراة. أتوقع أنه ممكن ضربة خطأ أو ضربة صحيحة، أنا يعني ما ركزت، بس أنه في إصابة من عند اللاعب فهد الشمري. يشيك عليه طبعا الطاقم الطبي للبطولة ويتأكد أنه من سلامته وأنه يقدر يكمل الفايت أو النزال. أتوقع أن الفايت يعني مش بداية الفايت وما شفنا الضربة سوت يعني نك داون أو نك أوت. أتوقع أن ممكن أنه يكمل إن شاء الله راح يكمل. يعني اللعب تحب اللعب أنه يكون لعب مستمر وقوي. ما تتمنى الإصابة لأحد الأشخاص، ما تتمنى أن أحد يتضرر يعني بقطع مثلا أو كدمة أو كذا. ودك أن اللعب يكمل وتشوف الفايت بكامل مهاراته، تحكم على المستوى اللياقة البدنية ومستوى المهارات. فأتوقع راح يكمل فهد راح يكمل والحكم الحين يستدعيهم ويكملون الجولة الأولى. تصادم بين اللاعبين قوي. تنبيه الحكم عدم المسك. طبعا فهد هنا يقول حق الحكم ان اللاعب يطق براسه. هم رد مره ثانيه مسكوا بعض. اتوقع ان الحكم لازم راح يوقف النزال. شوف عبد الرحمن يعني اللاعب لما يتقدم براسه ممكن فعلا يصيب بالراس او مثل ما يقولون ينطح يعني بالراس يعني. صحيح. وضربات الراس طبعا ممنوعه سواء بالاسلوبين اللي احنا
تميز فيهم بالبطولة هذه سواء بالكيوكيشن أو بالكيوين، نطحة الرأس طبعاً من الضربات أو من التكنيكات اللي ممنوعة وممكن تأثر خاصة ليت بناحية العين يعني. لاحظ شوف الضغط يعني من الطرفين. من الطرفين والمشكلة إن الطرفين بالضربة قاعد ينزلون رأسهم، وأنا صراحة أخوي فيصل أنا قاعد أشوف إن اللاعبين ما عندهم تركيز، قاعد يعني الضربة قاعد تطلع عشوائية، يعني تشوف ينزل راسه اللاعب مغربي قاعد ينزل راسه طقة يوف اللكم ونفس الشيء فيه، وهذا شيء خطر عند اللاعبين الاثنين، لأن ضربة الراس تدري فيصل ضربة الراس مشكلة، يعني إذا طقت الحاجب أو طقت الخشم مشكلة. رايد مرة ثانية لاعب فهد يحترض. أعتقد أن يعني سبب التوقيف الأول والتوقيف الثاني ممكن يكون الشيء اللي تكلمنا عنه، ممكن أنه فعلا ضربة الرأس هي اللي سببت الضرر حق فهد. هذه ثاني مرة شوف إيه، لا فعلا في مبينة الأنف، شوف ناحية الأنف مبين الضرر على خشمه يعني. تنبيه الحكم، هذا طبعا ثاني تنبيه للاعب نبيل الحوتي، ثاني تشوف ينزل رأسه يعني واضحة، هذه كانت واضحة. اللعبة وايد فيها تنشات، طبعا المفروض الحكم يوقف يعطيهم بريك بالضبط. انا اشوف ان الاعصاب مشدوده بين اللاعبين اعصابهم وايد مشدوده، وهذا شيء يعني راح ياثر على اللاعبين باللعب. شوف عبد الرحمن، لاعبين المويتاي احيانا عن غير قصد يكثفون عمليه الكلينش والمسك، صحيح. فلما تلقى لاعب يحتك او يشارك في بطولات مويتاي ويريد يشارك كيك بوكسنج ويريد يشارك كيوين يرتكب اخطاء، ليش؟ لانه هو يعني مو مركز في اسلوب واحد، مركز في عده اساليب، فتصير بعض الاخطاء. نفس ما اقول لك مثلا لاعب ام ام اي ويشارك كيوين، فلما يتدرب ام ام اي يتدرب على مسافه معينه على المسك فكذا، فلما يحتك او يشارك بالكيوين يرتكب اخطاء، ليش؟ لانه هو اساسا مو مركز في اسلوب واحد، عنده كذا اسلوب مركز فيه. وشفنا ايضا بالبطوله يعني وبطولات ثانيه انه لاحظنا مثلا اغلب الاخطاء كانت من لاعبين مثلا الكونفو، لاعبين عندهم رصيد في الكونفو او في المويتاي، لاعبين الكيك بوكسينج لانه متدربين وايد على على على, على نظام الكيوين، فتلقى ارتكاب الاخطاء عندهم وايد اقل مقارنه في بقيه الاساليب. شوف الحكم قاعد يوقف مباريات وايد، يعني الحين بالجوله هذه يمكن وقف مباريات اكثر من 4 مرات، وهذا دليل انه شوف يعني وارنينج، اعطاه تحذير وارنينج حق الاثنين، وارنينج حق الاثنين. وانا اشوف قرار الحكم قرار صحيح، لان صحيح الاثنين قاعد يعملون براسهم، الاثنين قاعد يصير استخدام بالراس الاثنين، وهذا قرار صحيح. طبعا حكم الساحه يعني استاذ عاطف الرفاعي يعني حكم قدير، ولا شك انه يعني عارفين انه هو يدير المباريات بنزاهه وبقرارات يعني صحيحه، يعني ما شكك طبعا بقراره، هو طبعا يعني متمرس او متدرب اكثر يعني منه في عمليه اداره نزالات الكيوين، ولا تلاحظ قاعد يوقف اللاعبين كل ساعه وقاعد يعطي تنبيه. هو طبعا الحكم احد الاسباب، ضربه راس احد اسباب الرئيسيه لوجود الحكم، الحفاظ على سلامه اللاعب، يعني التوقيفات اللي قاعد يسويها حكم الساحه اساس ما يبي اللعب يكون في فاولات وايد، يوقف يعطي انذار شفوي او انذار محسوب يوجهه بشكل رسمي وارنينج، يوقف اللعب ويعطي الحكام انه اللاعب عليه وارنينج. واعتقد ان فهد يمكن هذه ثالث او رابع مره الحين اصيب، صحيح. والاثنين قاعد يعني في عمليه تنزيل راس، بس نبيل الحوتي ممكن هو اللي قاعد يعني يضر براسه اكثر، صحيح. نتمنى ان فهد يكمل المباراه، نتمنى يعني تكمل المباراه هذه ما توقف. هني في وارنينج ثاني، اعتقد ان في وارنينج ثاني حق لاعب نبيل الحوتي. طبعا انت عارف اخوي عبد الرحمن، اذا كثرت الانذارات على اللاعب ممكن ان الحكم يوقف المباراه، خلاص ان اللاعب قاعد يرتكب اخطاء وايد او قاعد يعيد نفس الخطا بنفس الجوله، ومصالحيات الحكم انه يوقف النزال لعدم اهليه اللاعب ويعلن فوز اللاعب الثاني.
تلاحظ إعادة في ضربة خلف الرأس من اللاعب نبيل، وهذه ضربة خطأ. شوف عبد الرحمن، ضربات اللي خلف الرأس الآن في كل منظمات الفنون القتالية أيا كانت K1 أو MMA أو كاراتيه أو غيره، الضرب خلف الرأس وعلى العمود الفقري كله ممنوع ممنوع. وهني بالإعادة بالبطيء شفناها واضحة، ضربات خلف الرأس ثنتين تقريبا كانوا واضحين يعني وضوح الشمس. فيعني ما ادري هني، اعتقد النزال وقف، اعتقد ان الحكم وقف النزال مثل ما انا قلت مساء كثره الفاولات، يعني بما انهم بنص الجوله الثانيه تقريبا وسلموا على بعض، اعتقد القصد منها ان لاعبين وصلهم خبر انه تم ايقاف النزال. احنا طبعا ننتظر الطاقم التحكيمي وننتظر النتيجة، بس حسب اللي شفناه بالجولة الأولى وتقريبا منتصف الجولة الثانية، شوف لاحظ يعني فهد، اعتقد انه واضح. شوف الكت، شوف القطع، القطع واضح يعني، شوف 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 قطع واضح، عنده جراء يعني جرح بناحية الأنف، وعنده قطع كبير يعني واضح فوق الحاجب. القرار الدكتور وقرار القضاة، الفائز في هذه المباراة اللاعب البطل الشمري فهد طوما. أيوه يستاهل يستاهل يستاهل، ألف ألف مبروك. طبعا أعزائي الحضور، مثل ما أنتم شايفين هذه تحصل في المباريات. ألف مبروك للاعب، وهارد لك للاعب نبيل الحوتي من مملكة المغرب. طبعا أعزائي المشاهدين والحضور، أبو اللاعب فهد ويانا بالحلبة، وراح يكلم اللاعب الفايز بطل العالم السابق أيام العصر الذهبي بطل الملاكمة اللاعب الكبير علي البلوشي. طبعا مواليد يعني نهاية السبعينات، يذكر الكابتن ابو فهد. الف الف مبروك للاعب فهد طعم الشمري. حيو يا جمهور، حيو وينكم يا شباب. We'll be right back.